بنذكر لكل المشاهدين بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقتنا لليوم ببرنامج الحدث. اليوم الاثنين 14 أدار 2016. ضيفنا في هذه الحلقة نائب رئيس مجلس النواب سابقا إيليل فرزلي، ولكن طبعا دوت الرئيس على الآن بعجقة السير. نعرف أنه اليوم استفاق اللبنانيون على قطع ولو جزئي لبعض مداخل بيروت ما تسبب بزحمة سير خانقة، بالإضافة إلى الأمطار يلي تساقطت. بانتظار وصول ضيفنا يلي رح نناقش معه كل الملفات الداخلية السياسية، ننتقل في هذا الوقت إلى زميلة كلارا وموجز لآخر وأهم الأخبار. شكرا كاترين. يزور بعد قليل الرئيس سعد الحريري قائد الجيش العماد جان قهوجي في وزارة الدفاع في اليرزي. تحت شعار لا نقطع الطريق عليكم بل من أجلكم، قطع ناشطون من حملة طلعت رحتكم الطرقات عند مداخل بيروت صباح اليوم احتجاجا على خطة حل النفايات، وتجمع الناشطون منذ 7 صباحا عند جسر الدورة على المسلك الغربي، حيث عملت القوى الأمنية على منعهم من قطع الطريق، كما تجمع آخرون في الحزمية أمام السيتي سنتر. وتكرر المشهد بين كر وفر بين المحتجين والقوى الأمنية المتواجدة في المكان. وفي خلد قطع الناشطون طريق خلدي باتجاه بيروت بشكل جزئي، وبعد نحو ساعة من إقفال الطرقات أعلن الناشطون فض التحرك، مشددين على أننا لن نقبل إلا بحل بيئي مستدام لملف النفايات. وأكد أحد الناشطين أن الاعتصام اليوم قد انتهى وسننسحب من الشارع، إلا أن تحركاتنا التصعيدية مستمرة وقد نصل إلى أضراب عام وشامل. احنا الشعب الخط الاحمر، عم نقول اليوم انه نحن بدنا حلول بيئيه، قاعدين عم نقول للعالم امننا الصحي لوين واصل اذا بقينا على هيدا الحال، على حلول غير بيئيه، على حلول مطامر غير صحيه. لازم الناس تعرف انه مطامر غير صحيه حاجه بقى يكذبوا علينا هول السياسيين. شفنا مطمر النعمه فتح 17 سنه، شفنا المواد السرطانيه من وراء المختبرات العالميه والمحليه كيف المواد السرطانيه اعلى من المعدل الطبيعي بفوق 400%. نحن قررنا نفتح لانه بذات الوقت نحن قررنا انه ما نسكر على العالم، نحن جايين تنسكر كرمال العالم، حتى نعلي صوتنا، ما عندنا شيء نعمله الا نعلي صوتنا، لا نازلين نحرق بدواليب، لا نازلين نقطع طرقات، لا نازلين نكسر السيارات على العالم، حيلا زعيم من وراء اي زعيم بينزلوا الناس على الطرقات، نحن نازلين شباب مدنيين مواطنين بس قاعدين بحناجرنا، قاعدين عم نقول للعالم نحن شو بدنا. توتر اكثر من الطبيعي اللي واصل اول واحد، العالم متفهمه، بعتقد العالم متفهمه اكثر ما انا متوقعين، انه اليوم واعيين العالم اللي عم تاخذ اولادها على المستشفيات، العالم اللي عم بتفوت على المستشفى تقضي جمعه وجمعتين مشان رشح كان ياخذ يومين، العالم اللي عم يحرق نفايات تحت بيوتها، اليوم في مدارس سكرت، اليوم هون نحن صرنا شهرين السلطه عامله حالها انه ما في زباله بالبلد، طلعت الزباله وين ما كان، اليوم هيدا هو الرساله اللي حبينا نوجهها هي انه وما نحبين نفتح المشاكل، الرساله اللي حبينا نوجهها انه الوضع ما بقى يحمل، عم نموت كلنا، الامراض اللي عم تجي على لبنان بالحل وبلا الحل، يعني حتى الحل اللي عرضوه حل ليجيب امراض زياده ويعبي جيبه. في سياق آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية اليوم فقدان طائرة مقاتلة ضمن قواتها المشاركة في قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في العملية المسماة إعادة الأمل في اليمن. ولم توضح وكالة الأنباء الإماراتية التي بثت الخبر ملابسات اختفاء الطائرة ولا المكان الذي كانت تتواجد فيه. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص 3 فلسطينيين نفذوا هجومين على إسرائيليين بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب رواية الجيش فإن فلسطينيين مسلحين قتلا بعد أن فتحا النار على محطة للحافلات في مدخل كريات 4 وأصيب جندي في الحادث. وقال الاحتلال إن هجوما آخر أعقب ذلك بدقائق عندما قاد فلسطيني سيارة مسرعة نحو مركبة للجيش في الموقع وتم إطلاق الرصاص عليه. وأضاف إن جنديين أصيبا في الواقعة الثانية وعثر على سكينين مع السائق. هذا كان كل شيء في الموجز، عودة إلى الحدث وكاترين حنا.
شكرا كلارا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا. بدي رحب بضيفي، كنت قلت انه علقت بعجقه سير دولة الرئيس ايدي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب سابقا. قلنا للمشاهدين انك تاخرت شوي علينا، انك علقت بعجقه سير اليوم. كل اللبنانيين اغلبيتهم كان عندهم مشكله هذا الصباح. لو ما في سبب يحول بيني وبين الاطلاله بمعيتك كان وارد اتاخر. اكيد لا، اهلا وسهلا فيك بكل الاحوال. بدك تسمح لي قبل ما نبلش حوارنا بس بدنا نطلع على احوال الطرقات، اذا كانت فتحت كلها ولا بعد في مشاكل عند بعض مداخل العاصمه. معنا زميلي رشال كرم برساله سريعه حول احوال الطرقات. صباح الخير رشال. صباح الخير لك كاترين، صباح الخير لضيفك، صباح الخير ايضا للمشاهدين. الطريق وتحديدا حيث نحن تواجد من الساعه 6:30 فتحت طريق الدوره باتجاه بيروت، عادت الامور الى طبيعتها من تقريبا الساعه ونصف الساعه كاترين. كان لنا ايضا اتصال مع غرفه التحكم المروري في قوى الامن الداخليه التي اكدت لنا بان جميع الطرقات التي كانت قد اقفلت صباحا عفوا اعيد فتحها، الامور عادت الى طبيعتها. صحيح ان كان هناك نوع من محاوله ثانيه عند تقييم على الساعه 9 أو 8:30 من هؤلاء الشباب فقط حمله طلعت ريحتكم، ارادوا مره اخرى ان يقطعوا الطريق، وتحديدا حيث انا اتواجد في منطقه الدوره القوى الامنيه، وهنا لابد من الاشاده بهذا الموضوع بان القوى الامنيه كانت هادئه، كانت قدر المستطاع تريد ان تضبط هؤلاء الشباب وتتعاون معهم كي لا يكون كاي احتكاك بينهم وبين هؤلاء الشباب. فاكثر من مره حاولوا يعني طلب من هؤلاء الشباب مغادره الطريق، اكان الاوتوستراد وايضا هذا المسلك وهو المسلك الجانبي لاوتوستراد باتجاه بيروت. ولكن اشاره ايضا بهذا الموضوع بان طريق البحريه والطرقات الاخرى كانت مفتوحه، لذلك كان هناك دائما تشيد من هؤلاء الشباب بانهم ليس الهدف من تحركهم هو ازعاج الناس وازعاج المواطنين، ولكن هذا الموضوع صراحه كاترين نحن لاحظناه واجرينا بعض المقابلات لم يكن هناك تعاون كبير بينهم وبين المواطنين الذين اعربوا عن غضبهم واكدوا مره اخرى امام الكاميرا بانه اذا كانت المطالب محقه كاترين ولا احد يجادل في ان المطالب محققة كان لناحية الفساد لناحية الأزمة النفايات، ولكن أسلوب الذي تم اتباعه في هذا التحرك هو أسلوب بالنسبة إلى الغالبية التي تحدثنا معهم هو أسلوب مرفوض. وهذا أيضا ما سألناه لهؤلاء المعنيين، أنتم على من تقطعون الطريق؟ على المواطن؟ هل من نواب؟ هل من وزراء أصلا يسلكون هذا الطريق عند الساعة 7 صباحا؟ وهل أن هذا الأسلوب كاترين يؤدي إلى الضغط على السلطة أم أن هناك أساليب أخرى؟ طبعا كان هناك نوع من مشادات ونوع من أحاديث مع هؤلاء بينهم وبين القوى الأمنية، وأعود أذكر أن المواطنين كان لهم غضب من طبيعة الحال، يعني صباحا عندما يكون هناك زحمة سير الأمور لن تكون بهذه السهولة وإن كان هناك تفاهم للمطالب. إذن أعود أقول بأن الأمور انتهت، عادت الطرقات فتحت من جديد وعادت الأمور إلى طبيعتها كاترين. شكرا لك رشال، كنت معنا مباشرة من الدورة. اعود وارحب من جديد بضيفي دولة الرئيس ايدي الفرزلي، اهلا وسهلا فيك من جديد دولة الرئيس. طبعا رح تكون لنا هيك معك مناقشه في موضوع النفايات، هذه الازمه يلي شغلت الحكومه وشغلت اللبنانيين، ولكن بالبدايه بحب بلش من تاريخ 14 اذار 2016. تغيرت امور كثيره في لبنان، تغيرت 14 اذار وتغيرت 8 اذار ايضا. هل برايك اليوم ب 14 اذار 2016 تخطى لبنان هذا الفرز الذي عاشه اللبنانيون وعانوه حتى على مدى السنوات الماضية؟ في إمكانية قبل ما أفوت بهذا الموضوع أني أوجه تحية للتلفزيون الجديد، للأستاذ تحسين خياط، لكرمة خياط، تهنئة. نعم. مش لأنه في براءة إجت من محكمة ما وهي محكمة دولية، بل لأنه مثلوا هن انتصار الكلمة وانتصار التمسك بالحق نتيجة صمودهم وصلابتهم، وهالشيء كنت أعرفه بالأستاذ تحسين شخصيا تاريخيا. نعم. لكن كرمة أيضا جسدته كأنها ورثت هذا أيضا كبر عن كبر، فلذلك بتمنى لهم التوفيق. نعم. وبتمنى للجديد تضل علم من أعلام التعددية والديمقراطية في البلد. هلأ بالنسبة لمسألة الـ 14 أدار و8 أدار، صحيح هذا الانقسام العمودي بالبلد لم يعد موجودا، بل أكثر من ذلك أنا أعتقد أنه لم يعد هناك وظيفة سياسية لهذا الانقسام، بالرغم من أن البعض له مصلحة بالاستمرار بالتمسك بإحياء هذا المنطق من الطرفين، إما إلى حد ما لأنه ما شفتش مين اللي بيتمسك بهالمنطق
التمسك له طابع هيك تعصبي بثمانية أبار بمستوى، لأنه وسيلة للارتزاق هذا، سواء كان الارتزاق السياسي هذا الانقسام أو وسيلة للارتزاق المادي. بقى بالحالتين والوظيفة بتنتهي، بتنتهي منابع الارتزاق. هل فعلا انتهت؟ فلذلك أنا أعتقد بالجوهر يعني ما زال هذا الانقسام وهذا الفرق موجودا بالشكل الذي كان فيه. في حقائق واقعية على الأرض تثبت انتهاء هذا الانقسام ماديا عمليا. منذ متى؟ أنا أعتقد أنه مضى علي فترة طويلة هذا الانقسام، ولكن بقي هذا التحلل إن صح التعبير بقي موظف، بقي تحت الستارة، لأنه واضح كانت الطموحات الأفريقاء منصرفة انصراف آخر، لأنه بعض الأفريقاء لا يملكون القدرة على اتخاذ القرار السيد الحر المستقل بحق، وبالتالي واضحة صفة الساحة وين القرارات بتصدر وكيف بتصدر وكيف بتتعمم وكيف بتجي وكيف بتتعلم وكيف بتتنسق وكيف المصالحات بتتم نتيجة إعاز خارجي، كيف الخلافات بتتم نتيجة إعاز خارجي. وبالتالي هذا الكلام سقطت النظرية بالأساس اللي قامت عليها نظرية السيادة والاستقلال وتكبير هذا الكلام، سقطت كممثلين لها، سقطوا وكان سقوطهم عظيما، وعدم الاعتراف بهذا السقوط العظيم هو معناته اللبنانيين مصرين أن ينزل الله على أبصارهم غشاء. يعني اليوم بده يعترف من كله هذا الشيء بدي بالقيادة المهم الناس الرأي العام، القيادات لها مصلحة. شوفي أنت بلشت حديثك بالنفايات، أي نفايات؟ لا يوجد أزمة نفايات بالبلد. يخطئ الشعب اللبناني إذا ظن هذه أنه نشوفوا النفايات على الطرقات شيء. الأزمة هي أزمة سكلين، أي نفايات؟ هي كذبة. شوفي كيف لفت ودارت لفت ودارت لفت ودارت كذا شهر، مع كل ما يترتب ذلك من إذاء للناس بكرامات بصحة، وانتهت شو؟ العودة إلى السكلين. بس لما منقول سكلين يعني أزمة نفايات سياسية. خلص شو بدي؟ بس النفايات السياسية موجودة بالأساس. بس هلأ عادي بيّنت حدا من اللبنانيين قام نزل مظاهرة لحتى بدل، أو من السادة النواب والمجلس النيابي الممدد لنفسي وقف يقول شو صار بأول مناقصة التي رست فيها على شركة ما ب $120، يعني $50 فرق، ليش راحت فجأة؟ مين الروحة؟ من هو المسؤول؟ لا يوجد هذا الأمر بالأدبيات بالتفكير. وهلأ برجع بقول لك كل الحورة والدورة توزيع المغانم تبع الصندوق الأسود تبع سكلين اللي كلنا بنعرف أنه $10 مليون بالشهر، وهذا أمر من أيمتى؟ منذ عام 1998 معروف أبطاله، معروف مين الوراء، معروف المين تمسك بسرقة أموال البلديات، عدم توزيعها على البلديات اللي هي من وظيفتها الأساسية منذ نشأة فكرة البلديات، هي أن تشيل الزبالة من القرى والتراب. أساس وجود البلديات هي شيلة الزبالة من الطرقات، لغوا لها الوظيفة حطوها عندهم كرمال لاي كرمال المردود المادي والاستفادة المادية. لذلك يعني أنت أيها الشعب اللبناني والشباب اللي عم يتظاهروا عم يتظاهروا ومعه الحق طبعا، هذا ألم، هيدي صرخة، هيدي لا أمل يعني بالتغيير أو بالإصلاح على هذا الصعيد. بدهم يصوبوا مظاهراتهم إذا المظاهرات تبعهم ما كانت واضحة بالاستهداف. فهني جربوا وقت بلش الحراك، حراك ممتاز، النساء الأطفال ببيوتهم معهم صحيح، وحاولوا يعمموا تعميما بمسألة النفايات، حصروها يحصروها ويحملوا المسؤولية لمن يجب أن يحمل، كانت زبطت الأمور. وقت عمموها صار في لعبة تجهيل فاعل، انتهت اللعبة. ليك هلا خبيط يعني صفوا، بدهم يحطوهن وين صفوا؟ لا طبعا قصة النفايات مش كلهم،
وهذه قولا واحدا ونستطيع أن نؤكد ذلك. معروف مين أبي عارض بمجلس الوزراء، معروف الأحزاب اللي هي متورطة والأحزاب اللي مش متورطة. خلينا نكون يعني عيب أخذ قال له ولا تزر وزيرة وزراء أخرى. هذا الموضوع لكن أدينا بيصرخوا هلأ صفوا هني مسؤولين عن عرقلة أعمال الناس. لاحظتي المراسلة شو بتقول؟ نعم جزء منهم لأنه ما عارف في جزء آخر إنه سكرتوا الباب والطرقات وأنتوا عدمين قبل تسدوا. ليش بالبلاد العالم بس ينزلوا المظاهرات تجاه الحكومات بس على من تقرأ مسامرك يا داود؟ قال له ولقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. بدهم يعرفوا إنه نزل مليون على ساحة البرج، قعدوا سنة ونص ما حد رد، ما في شيء، ما رفت عين لا يمين ولا شمال. وهذا رجعنا يعني على نفس الحجم من السرقات ومن اللي ترجعي لنفس الحجم. لا لأنه الكيانات المذهبية اسمعي وهون الناس بديش تقتنع ورح تضل هيك ما تقتنع إذا ما حطت براسها الشيء. الكيانات المذهبية التي حدودها أعلامها إعلامها ماليتها مؤسساتها ثقافتها طقوسها علاقاتها بالخارج علاقة الخارج فيها دويلات قائمة أوعية مستقلة انتظمت على قاعدة أنه ما يهمنا هو مال الكيان وليس مال السلطة المركزية. الدولة المركزية وضع تكتيكي بالنسبة لهم، يسرق منه ينهب قد ما فينا من غرف لمصلحة الكيان، بيعطوها طابع شو هاي مناطقنا بدنا نحسنها بدنا نعمل بينها ونضرب المنطقة التانية. خد ما أنا بعرف كيف بيشتغلوا هالقصة وعلى أي أساس، يعني ما حدا بيقدر يقول لا منه، ما حدا بيقدر لا. وبالتالي هيدي هي القصة، كيانات مذهبية أكبر دليل. اطلعي درسي موضوع الكيانات، درسيها دراسة عميقة، شوفي المظاهرات، شفتي شيء كيان من الكيانات تحركت ومعروف مين المسؤول عن النفايات، من صادر مال البلديات، شفت الكيان تبعه تحرك ضده والزبالة عباب بيته وولاده قبل يلعبون. فإذا هذا هذه أكبر فضيحة قد تكون هذا هذه السقطة الأخلاقية، سقوط هذا النظام، سقوط يعني المدولة. هلأ قرار الحكومة مثل ما شفت أي حكومة أي حكومة يعني مسألة العودة إلى المطامر ويعني شايف فيها استمرار لما كانت عليه الأمور على مدى السنوات الماضية. ليست عودة للمطامر، هذه عودة لتسهيل عمل سكليم. منذ اليوم الأول قلنا له هالكلمات على منطقة مزامير كده، لهذا الموضوع مواضح. العودة لسكلين، العودة للصندوق الأسود، العودة للعشر ملايين دولار الشهرية، وفي دعاوى بحق وتوزيع سكلين وفي أي دعاوى لم يستدعى أحد، لم أي دعاوى لم يبحث أي دعاوى أحد حتى بالملفات التي قدمت لل والله حرام الشعب للقضاء يا حبيبتي اللبناني. المحل مش الوحيد مش بس من الحراك المدني ميك. مثلا النائب سامي الجميل قدي هون حارب بهالموضوع، أنا خلينا قدم وتابع الموضوع قانونيا وقضائيا، وفي ناس عارضوا بمجلس الوزراء معارضة كاملة كاملة. لقلك شغل، شو وظيفة النائب بلبنان؟ أن يحاسب، أحد يعني أحد وظائفه الرئيسية للمجلس النيابي محاسبة الحكومة. سمعت شيء صوت واحد أو طريق شقته الحكومة لنقل المجلس نفسه في لعبة المحاسبة والمساءلة؟ كيف بدها تصير هي إذا ما في فصل؟ يعني إذا الأفرقاء نفسهم ممثلين بهون وهون هاي وحدة، هل يمكن لأحد أن يحاسب نفسه؟ مش بس لأنه فيش فصل، أولا لأنه فيش فصل، ثانيا لأنه الخريطة البرلمانية خريطة مبنية على باطل وهو قانون الانتخابات الباطل، لأنه طيارات الشعب اللبناني المختلفة غير ممثلة، لأنه هؤلاء الشباب اللي بالشارع الأبي ناضلوا وأبياتوا بيرفعوا الصوت عني وعنك بالبيوت مش ممثلين. بينما لو في قانون انتخاب يمثل هؤلاء طبعا عبر النسبية كنت هودي في مسألة المساءلة والمحاسبة ممكن في المجلس النيابي. هون يعني وصلت إلى وهذه الطبقة السياسية هؤلاء بالتحديد لا يريدون قانون انتخاب جديد لأنهم يريدون على الحفاظ على نظام الزبائنية السياسية التي تؤمن لهم استباحة مذاهبهم وكيانات المذهبية، واثنين الدكتاتورية ضمن كيانات المذهبية، وثلاثة المردود الوفير من المال ومن النعم والخيرات.
إذا كان الشعب اللبناني الذي يشاهد هذا بأم العين وهو متأكد ولا يستطيع مواطن في البلد أن يقف ليقول لا. هذا الموضوع رضي على قاعدة أنه فلينعم زعيم الطائفة تبعي بالخيرات على حساب الآخرين وشو بدنا بالآخرين. والزبالة عم ببيتي وما في مشكلة. ما في مشكلة. خلينا نبني على الشيء مقتضى وساعتها تتعادل المناطق والطوائف بلعبة سرقة خيراتها من بعض البعض وحرمانها تحت عنوان السلطة المركزية. نعم. طيب دولة الرئيس. تبني شو أقولي؟ يعني أنت ما إلك حق تجي تقولي بدي أخذ من المتن الشمالي وبدي أخذ من هاي المنطقة 150 مليون دولار ضرائب وأعطيها 10 ملايين دولار وبالتالي أخذ 150 على غير مناطق وما أخذ منها دولارين. خلي العدالة تعم على قاعدة طوائفية. فليسقط هذا النهج سقوطا لا لبس فيه ولا أبواب. نعم. ولن نرضى أن يستمر هذا النهج على هذه الشاكلة الذي هو فيه. نعم. يعني هون دخلت على موضوع قانون الانتخابات. طبعا هو طبعاً. الأساس. نعم هو الأساس. ولكن هلأ في عنا أزمة أزمة رئاسة الجمهورية وكتار بيشوفوا أنه ما في أزمة اليوم ما في أزمة برئاسة. طبعا ما فيش أزمة. رح يصير لنا سنتين بدون رئيس أزمة. الجمهورية لأزمة مرشح على استمرار سنوات. بدكش برهن لك أنه ما فيش أزمة. تش نحكي أنت إن الأزمة بتنوجد. الأزمة تنوجد عندما يريد المرمى بوجهه الأزمة أن لا يفتعل أسبابه ومبرراته. إذا افتعل أسبابه ومبرراته بيكون هو بده الأزمة. بيكون ما في أزمة بالنسبة له. واضح الصورة شو بقصد بكلمة ما. وقت تجي أنت بقانون انتخابات تسرقي التمثيل النيابي كله من شريحة متكاملة في البلد تحت عنوان قانون انتخاب يتناقض مع الدستور. أوتوماتيكيا بنيت نظام على باطل وما بني على باطل فهو باطل. أكثر من الآن بتروحي بتمددي لنفسك خلافا لقرار الناس بددت لحالك 4 سنين فأصبحت السلطة خارج الشعب. صفت السلطة طائرة فوق مكموش كمش تحت عنوان صناعة قانون انتخابات وما صنعت. معناتها ما بدك حل للمشكلة. ما بدك تخرجي من حالة البطلان إلى حالة الحق والصح. مددتي لنفسك مرة ثالثة وأمعنتي في تصرفك على قاعدة أنا الباطل هو الحق ولا تلبسوا الحق لباس الباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فإذا من الأزمة ما فيش أزمة. الأزمة هي التالي بسيطة متواضعة. تعملي انتخابات نيابية بتنجي مجلس خريطة خريطة صحيحة تنتخبي رئيس. وين الأزمة؟ نعم هذه المبدأ عم تحكي دول. لا 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 مش مبدأ. بس بدنا نكون واقعيين. هذا الصحيح. طيب اليوم في لجنة عم تبحث قانون الانتخاب. أي لجنة؟ أي لجنة؟ وجلسات وجلسات. لا 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 لا. اليوم شفتي كل الجلسات. قانون الانتخاب أولا عم تمدد من عمر الفراغ الرئاسي. بكتر إذا بدك تحاوريني لأنه وجباتك تحاوريني شيء. وإذا بدك نخلينا نسلم بالمنطق وما نعتبر رئيس. إنه في قهر هذا تبي اليوم في استحقاق في أولاً استحقاق رئيس مفروض تسأليني في بلد بدون مفروض رئيس تسألي شو بيصير ليش ما كان في عندك رئيس جمهورية أنت مبلشت أزمة التمديد ومخالفة الدستور مش كانش في رئيس جمهورية النفايات أنت مبلشت ما كانش في رئيس جمهورية ليش المشاكل الإرهاب أنت مبلشت ما كانش في رئيس جمهورية ليش انهيار المؤسسات ما كان في انهيار ما كان مش عيب رئيس جمهورية ليش انهيار المجلس الدستوري الذي مدد لنفسه على مرأة ممن أقسم اليمين لإسمه ميشيل سليمان ما كان في رئيس جمهورية. فإذا المشكلة مش أنه انتخاب رئيس جمهورية إملاء الشهور لا يتم بالمكان. في أزمة ميثاقية بالبلد في أزمة بتقليلي مش أزمة رئاسية شو رئيس واحد من شخص بالسلطة بتلو بتغيره أنه الانتخاب أهم من الرئيس بالنسبة إلي. في أزمة ميثاقية بالبلد بس حضرتك في محاولة سرقة حقوق مكون بأمه وأبيه
يريدون أن يستمروا عنه كما كان منذ عام 1990 حتى اليوم. سرقة موصوفة. نعم دولت الرئيس بعرف أنه تقصد أنه في حقوق المسيحيين اللي عم تحكي. طبعا نعم. ولكن اليوم لما الموقع المسيحي الأول شنو بالبلد شاغر على مدى سنتين، الشغور بالمكان هو كما تماما كأنه شغور لبل أخطر، لأنه عندما يملأ بالمكان كل الممارسات بتتشرعن وبيخبيها مثل ما تخبت، مثل ما سبق وتخبت. كيف تخبى التمديد للمجلس النيابي؟ مش على مرأة من رئيس قصب اليمين حفاظ للدستور؟ هل التمديد للمجلس خطوة دستورية؟ كيف تمدد للمجلس الدستوري اللي هو أهم إنجاز من إنجازات الطائف تحت مرأة من الرئيس؟ ما أجرى ما عمل المناصب، ما أجرى القرعة المجلس الدستوري، مخالفة نص واضح وإذ تحت مرأة الرئيس. كيف العمل أنه ما في إرهاب وطلع في إرهاب تحت مرأة الرئيس؟ هذا أخطر وقت يكون في رئيس، وخصوصا رئيس لا حول له ولا طول، رئيس لا يمثل شيء على مستوى السلطة ولبنان والشعب والبرلمان والحكومات إلا عطاء وهبة وتمنينا من القوى المتعددة، خوها ودي وزراء. وبالتالي ما بدنا نحكي أكثر من هالقد، لأنه ما إلي حق أخلاقي أحكي أكثر من هالقد، والناس شايف إيش أو شايف. بس في صلاحيات كمان محدودة، شو بيقدر يعمل الرئيس لما بيكون في صلاحيات محدودة؟ هذا سبب يؤكد أنه بظل غياب الصلاحيات مع سرقة قانون انتخاب لا يمثل حقيقة المكونات، شو بقي للميثاقية في البلد؟ وقت تطير الميثاقية طار النظام بلبنان. نعم بس أنا الفكرة اللي كنت عم بسألك إياها إنه اليوم إنه إذا ما نكون عم قلك إذا ما نكون واقعيين اليوم. عم بحكي واقع. لا طبعا. هلا كلامي مش واقعي. والسرقة والتسلط والديكتاتورية. ولكن عم بقول إنه اليوم بالواقع في صعوبة بل في استحالة على التوافق على قانون انتخاب. أبداً خصوصاً اللي عم بتطالبوا فيه. أبدا مش عم طالب، لقلك شغلي. مش عم طالب بشيء. يعني إذا بدنا نشترط قصة الرئاسة لا القانون الانتخابات لا 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 منضل بلا رئيس. اسمعي مني لكن الخلاصة المفيدة، هذا الطائف دستور بيقولوا له، ها هذا الدستور له مكونات ومقومات، نحن متمسكين فيه كما صدق مش كما نفذ بعهد الرعاية الذي حولوها لا. إلى وصاية. هذا الموضوع إما أن ينفذ الدستور أو فليرحل الدستور، فليرحل. أوعى حدا يعيشنا، اسمعي أوعى حدا يعيشنا بتابوه إنه أنت لا تستطيع مقاربة الدستور اللبناني، هذا قدس الأقداس. لا نحن وقت وقفنا حاربنا المارونية السياسية بدستور مشرعا يمتد على الكرة الأرضية كلها كانت مسلمة فيه، كانوا يقولون نفس الكلام، هذا التغيير شر يجب أن نتجنبه، كنا بنية الإصلاح والتطوير، مش معناتها أن نحل التابو بتابو آخر. يا ريت عندكم ربع الممارسات الجيدة التي كانت تمارسها المارونية السياسية. بس عم تقول فليرحل إلى ما بدنا إياه دستور الطائف. لك طمي علي بس ألا تخشى أن يكون البديل أخطر؟ شو الخطورة؟ أي خطورة؟ وين بعد في خطورة ولا؟ يعني إذا كان بعد شوية حقوق يمكن يقضى على مين بده يتجرأ يقضى عليها؟ الأكراد 7% بسوريا، الأكراد 7%، أنتم بالبلد 38.5، أنتم المصارف، أنتم الاقتصاد، أنتم الجامعات، أنتم المؤسسات الثقافية، أنتم العلم، أنتم المسارح، أنتم السياحة، مين بده يقضي عليك؟ مين هو تهديد داعش؟ مين بده يقضي عليك؟ شو هالكلام هذا؟ هذا كلام خطير أدخلته وسربته إلى ثقافتنا بعض الفئات التي تريد منك أن تستسلمي لكل ما يمكن أن يكون على حسابك لكي تتحولي إلى كاتبة في بيت المال، لكي تتحولي إلى حالة مستبعة مهمشة لا قيمة لك في البلد لا مقرب ولا بعيد. نحن نطالب بالحق. شو الدستور بيقول؟ تعالوا نفذه. إذا ما نفذت الدستور بيكون حق علي إذا راح الدستور؟ نحن بعتنا رسائل، عبعت لعبيد بش العون رسائل للملك السعودي، شرف يا جلالة الملك أنت مسؤول عن رعاية الدستور بلبنان، تعال شرف نفذ لنا إياه
وإلا ليش حطوا ناس راعيين لتنفيذ الدستور؟ هيدي نقاط بده يركز عليها اليوم العماد عون. ما بعرف أنا ما إلي علاقة ولا بتطلع شو بدي أقول. لا بحسب ما يسرب إطلاقا ولا بعرف ولا إلي علاقة ولا عن طريق التواتر ما بعرف شو بدي أقول العماد بشير عون. أنا عم بحكي بالحق بقناعاتي. الدستور شرفوا نفذوه، ما بتنفذوه معناتها أنكم متأمرين على الدستور، معناتها متأمرين علي لأنه حقي كمواطن مش كمسيحي، كمواطن. نعم. أنا وقت طالب بالنسبية كون أبطالب للمسيحيين، ما بكون أبطالب للحقوق ضمن كل طائفة بالديمقراطية. وقت نقول بدنا النسبية بلبنان منكون عم نتآمر كرمال المسيحيين، هاي بس ما المسيحيين عاملين نسبية، ما التعددية عنده ضاربة نابل أكتر من اللزوم. نحن عم نقول كرمال المجتمع الوطني اللبناني كله. اسمح لي دولة رئيس دقت أقف مع كلارا والجولة على الصحف الجولة اليومية، ومن بعدها رح تابع بهذا الحوار. تفضل كلارا. نبدأ جولتنا من فضيحة الإنترنت التي كتبت عنها النهار اليوم تحت عنوان النهار تكشف فضيحة الإنترنت المهرب. كلارا عم بيقولوا لي في مشكلة بالصوت، بنرجع لك طبعا بعد شوي من بعد ما يتم معالجة هذا العطل التقني. بدي تابع هون مع دولة الرئيس إلى حين إصلاح مشكلة الصوت. إذا مع كلارا دولة الرئيس عم تقولي ما يعني ما قالك علاقة شو بده يحكي اليوم العماد عون. أطشولة الصوت، بس كانت بتقول إنه في فضيحة. في فضيحة بالإنترنت. أنت لخصيها قولي في فضايح وانت على الموضوع. هذه فضيحة جديدة، يعني الإنترنت تبين إنه القصر الجمهوري ومجلس النواب ومؤسسة الجيش كلهم يعني عم بيستخدموا انترنت بتجعلهم تحت المراقبة الإسرائيلية. على كل حال عم بيقولوا زبط الصوت، رح ناخد التفاصيل كلها من كلارا من جديد. تفضلي كلارا. يعني ما نقصنا فضايح، زادت عليها هالفضيحة الكتير خارقة، يعني خير النظام اللبناني، وهذا ما كتبت عنه النهار وكتبت عنه الصحف سابقا، ولكن النهار تكشف فضيحة الانترنت المهرب، القصر المجلس الجيش تحت المراقبة، تقول على الأسوأ من وجود انترنت غير شرعي يستعمل في لبنان على نطاق واسع ما كشفته معلومات للنهار عن استعمال القصر الجمهوري ومجلس النواب ودوائر كثيرة في الجيش تلك الشبكة المنتقلة هوائيا من قبرص وتركيا، والمراقبة وفق توقعات عدة من إسرائيل، والمفارقة أن مافيا الانترنت قدمت هذه الخدمة مجانا في مقابل التغطية السياسية والأمنية. الفضيحة الإضافية تكمن في إدخال تجهيزات كبيرة عبر المعابر الشرعية لا تستورد عادة تستورد غير الدولة وأجهزتها الرسمية، مما يشكك في إمكان تورط جهات عدة في تلك العملية. يبقى أن المعدات فككت وصدرت لمصلحة وزارة الاتصالات على رغم الضغوط السياسية لإعادتها إلى أصحابها الذين لم يوقف أي فرد منهم فيما هم معروفون، وقد وردت أسماءهم في الشكاوى المرفوعة إلى وزارة العدل والنيابة العامة المالية. يضاف إلى ذلك أن شبكة الإنترنت الرسمية تتعرض منذ أيام، أي منذ تفكيك تلك الشبكة غير الشرعية، لحرب إلكترونية مستمرة من طريق إغراقها بمعلومات هائلة لتعطيلها أو لجعل الإنترنت الرسمي بطيئا، وهو ما حصل في اليومين الأخيرين. من نهار إلى الأخبار وما كتبته هيام القصيفي التي أجرت مقابلة مع الدكتور سمير جعجع في الذكرى 11/14 أذار. يقر رئيس حزب القوات أن هذه الحركة ليست في أحسن حالاتها، لكنه يؤكد أننا متمسكون بها وبمشروعها لقيام الدولة، وعلينا أن نعمل على حل مشاكلها التنظيمية. وفي حديث للأخبار قلل جعجع من وطأة خلافه التفصيلي للجوهري مع الرئيس سعد الحريري، مشيرا إلى أن تيار المستقبل والقوات أساس 14 أذار والبعض يكبر قضية المستقلين، وأكد تمسكه بترشح العماد عون لرئاسة الجمهورية واصفا هذا الترشيح بأنه ينقذ لبنان من الانهيار. وشكك جعجع في نية حزب الله إجراء الانتخابات لأن الدولة القوية لا تناسبه. تفاصيل أكثر في مقابلة الأخبار. ننتقل إلى ميسم رزق التي كتبت أن الأسبوع الماضي استدعيت 3 عائلات لبنانية في البحرين إلى أحد مراكز الأمن التابعة للنظام البحريني ليجد هؤلاء أنفسهم بعد ساعات في مطار بيروت الدولي من دون أن يعطوا مهلة لترتيب أمورهم. عدد من المبعدين قالوا للأخبار إنهم تلقوا من دون سابق إنذار اتصالات تطلب منهم التوجه إلى فرع التحقيقات في جهاز الأمن العام البحريني مزودين بجوازات سفرهم. وقد أوضحوا أن الشرطة
الشرطة عمدت إلى طلب النساء أولا للتحقيق معهن وإبلاغهن ضرورة المغادرة فورا. مصادر لبنانية في الخليج قالت إن دفعة جديدة من 10 عائلات ستصل الأربعاء إلى لبنان، وأشارت إلى تنسيق بين الأمن وشركة الطيران التي تتعمد حجز مقاعد للمبعدين في رحلات متفرقة. ومن جهتها أكدت مصادر في وزارة الداخلية عدم معرفتها بهذا الأمر، واعتبرت أن هذه الإجراءات متوقعة وتدخل ضمن السياق الطبيعي للحملة الخليجية. في كلمة تعاون التي أوردت مقتطفات من فحواها السفير، تقول السفير تحت سقف الطائف سيدعو عون إلى الإسراع في اعتماد اللامركزية الموسعة التي كان رئيس التيار الحر قد مهد لرفع النبرة والمطالبة بها. وتقول لم يعد مقبولا بالنسبة إلى التيار العوني أن تستمر المناطق المسيحية خصوصا جبل لبنان في تسديد النسبة الأعلى من الضرائب المستوفاة لتحصل في المقابل على النسبة الأقل من الخدمات. سيشدد عون في كلمته على ضرورة احترام إرادة المكون المسيحي في الدولة وصون حقوقه الدستورية، لأنه لم يعد مسموحا أن يكون من هو الأكثر تمثيلا عند السنة والشيعة والدروز شريكا في السلطة، بينما يتم تهميش صاحب الصفة التمثيلية الأوسع عند المسيحيين ويمنع من انتخابه رئيسا للجمهورية بذرائع عدة. وأغلب الظن أن عون سيخصص مساحة من خطابه للمصالحة مع القوات وما تركته من مفاعيل على الساحة المسيحية، وربما يرد على التهديدات المباشرة التي وجهها تنظيم داعش إلى المسيحيين عبر الشريط الموزع. وتفيد مصادر كما تشير السفير أن نقاشا يدور بين التيار والقوات حول خيار الشارع وغيره من وسائل الضغط الديمقراطية المشروعة التي قد يكون العصيان المدني من بينها، لافتة الانتباه إلى أن الاحتمالات التصعيدية تدرس بعناية ودقة لاستخدامها في الوقت المناسب متى كان ضروريا، إذ إن عون لن يحرق أوراق وسيحرص على استعمالها في التوقيت الصحيح والمتدرج. نختم مع الجمهورية التي كتب فيها جوني مناير عن انتخاب رئيس الجمهورية، يقول يبدو حزب الله متمسكا بخياره الرئاسي لقناعته أنه الخيار الأكثر ملائمة له، وقيل أن قيادة الحزب تتواصل باستمرار مع عون وتؤكد له على ثبات خيارها الرئاسي، وأن الفريق الآخر لا طريق أمامه سوى سلوك درب تأييد عون كما حصل مع القوات التي سلمت بهذا الوضع. لابل أن الكواليس اللبنانية تكشف عن الرسالة الأخيرة من حزب الله إلى عون، ومفادها أنت الرئيس ولو بعد حين، فدخولك قصر بعبدة ساعة انتظار، فالمسألة أصبحت محسومة. يقول جوني مناير فيما يبدي حزب الله قناعته المطلقة بهذه النتيجة أوحى الكلام الصادر عن الحريري وجعجع حول حصول الاستحقاق الرئاسي في نيسان، وكأن هناك طبخة ما يجري إعدادها بسرية مطلقة، إلا أن الموقف السعودي لا يوحي بأي مرونة في هذا الاتجاه. وأيضا لا شك، يقول جوني مناير، أن حزب الله يدرك جيدا وجود العوائق السياسية بوجه عون، ما يعني أنه بسلوكه يريد فعليا شراء الوقت واستمرار حال المراوحة من خلال العماد عون وانتظار دنو الورشة السورية وبعدها الورشة الإسرائيلية الفلسطينية لمزاوجة الوضع اللبناني معهما، وهو الذي يملك أوراقا إقليمية قابلة للصرف سوريا وفلسطينيا أكثر منها لبنانيا. بالجمهورية وجوني مناير نختم جولتنا على الصحف لهذا اليوم. فاصل إعلاني، نتابع بعده الحدث وكاترين حنا. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، وتابع هذه الحلقة مع ضيفي نائب رئيس مجلس النواب سابقا إديل فيزلي. دولة الرئيس منتابع بالموضوع اللي كنا عم نحكي فيه وبرئاسة الجمهورية مع هذا الفرز الحاصل بين فريق يدعم المرشح سليمان الفرنجية، فريق آخر يدعم العماد عون، المرشحان من فريق 8 أذار. ما الذي يحول اليوم دون إجراء هذه الانتخابات؟ من الذي يعطل برأيك فعليا؟ اولا خلينا نرجع نحط القصه بمنطقه التعاقبي التتابع اذا صح التعبير. اكثريه نيابيه مددت لنفسها خلافا للدستور، تريد ان تصادر الحق بانتاج الرئيس. اجا النص الدستوري يقول بدك التلتين، المشترع وقت حكي بالتلتين ما حكي من فراغ. وهون هلا بدي عرج على الشيخ بطرس حرب باقتراحه بهيئه الحوار اخر جلسه، حدسي ولا حرج.
إجا المشترع يقول نحن بدنا 86 لاي، ما كان قادر يعملها النص زائد واحد. ليه قال بده التلتين؟ لأنه البلد تركيبي توافقي تعددي ميثاقي طوائفي، خاف أنه بتجتمع طائفة بتجيب واحد من الطرف الآخر بتحط رئيس جمهورية. وهذا العملية الذي يجري اليوم، لأنه 37 المأخذين هني واحد، لأنه مأخذين عبر الاستتباع والاستيلاد بقانون مصور انتخابي، عرفتك؟ فلذلك قالوا بدك 86، فالمشترع بال 26 وبال 43 ما كان أمة، ما كان وقت المسيحيين كانوا بقوتهم، وبقوتهم الدستورية والعددية والاقتصادية والدولية. بالرغم من هذا وكله قالوا فلتكن. طيب اليوم 86 مش قادروا يأمنوها، لأن الدستور عندما قال بدك 86 لأنه افترض المشترع وسمح في طياط النص أنك تقولي أنا كنايب بديش أحضر. إيه بس فيك أنت كنايب ما تحضر 39 مرة و7000 مرة بعده، هذا ضمن حقك الطبيعي أو صرت معطل؟ يا حبيبتي ما في شيء اسمه حق طبيعي اليوم وبكرة مش حق طبيعي، في الظرف الطبيعي والظرف الغير طبيعي الذي أريد عبر امتنائي عن الحضور أن يحقق أهدافه. أنا أعتبر، فليعلم الشعب اللبناني، أن الامتناع عن الحضور هو واجب مقدس عندما يكون الحضور يحمل في طياته سرقة وتزوير للدستور والسلطة. هذا الرسمال بإيدي، هذا المشترع عطاك هذا الحق. لو قد ما امتد ال 7000 سنة أبقلك، مش أبقلك لأكد لك الحقيقة. طيب وإذ بفاجئنا الشيخ بطرس حربي اللي هو نايب قديم وبرلماني بعرفه منيح وبيعرفني منيح وبنعرف انه هو صاحب قدرة، يقترح تعاولا نعملها نص زائد واحد. هو بيعرف انه هاي ما بتصير، وبيعرف انه هاي مسألة دستورية مش راجعة انه تصير او ما بتصير، ولكنه طرحها من بيع اوراق لحتى ينوجد اخر يقول له لا ما منقبل فيحظى بالمديح كما حظي دولة الرئيس سعد الحريري بالمديح من قبل دولة الرئيس بري اليوم. واضحة الصورة؟ اصطناع الطلب، طلب لا أساس له، من رئيس بري بيعرف على كل وبطرس حال حرب بيعرف. بمهدها يعني انتهت دغري على الطاولة، ما أساسا ما إليش طيب. لا ما انتهت بمهد، ما هي أساسا ما إلى ما إلى منطلق، ما إلى مكون، مش واردي بس بنسمع فيها عطول يعني في أصوات منه الأول. أول حدا بيطرح الموضوع إنه يحكيها الشيخ بطرس على طاولة حوار، نعم هو أول بيطلع واحد بالتلفزيون شي نايب بقى له علاقة لا بالمعرفة ولا بالدستور ولا بالتاريخ ولا بالجغرافيا، نائب رئيس مجلس النواب طرحه شيء الشيخ فريد حبيبنا وصديقنا، شو بدي بالأسماء، بس أب بحكي الشيخ بطرس لأنه نطق بها انه يوقف يقول بجلسة حوار تعال نعملها نص زائد واحد. هو بيعرف انه هذا اقتراح. تلقفت دولة الرئيس حريري لا ما بنقبل. شو ما بتقبل؟ شو ليش عائلكم تقبل وما تقبل؟ لماذا؟ لانه كل هاي ضمن المناخ اللي بينعمل لبيع اوراق وهمية للطرف الشيعي في لعبة خلق الظروف والضغط السلبي منها والإيجابي لفك الارتباط بين حزب الله ومشي العام. واضحة الصورة؟ بهالإطار بتحط هيدا الطرح؟ طبعا. طيب أنا بدي أسألك سؤال دكتور رئيس، الطرح. لك شفتي هاي الضغوطات الجاية من برا بالنسبة للبنان، اختراع لبناني للتثمير السياسي والبيع والشراء فيها بلبنان. شو الضغوط السعودية يعني؟ كلها ضغوط المملكة يعني على لبنان حاليا؟ اسمعي لقلك، أنا أجزم انه المملكة لها موقف طبعا من حزب الله وبدها تحطه بدها تقربه ضمن اهداف استراتيجية الى علاقة بلعبة الصراع بالمنطقة وستتطور هذه، واضح؟ بالنسبة للخيط اللبناني، تطوير موقف المملكة ومجلس التعاون الخليجي طبعا تبعا لموقف المملكة هو تطوير
في خدمة بعض الرموز المحلية للبيع والشراء مع الطرف الآخر. لا، أولا مش هذا أسلوب المملكة مع إيران، مع لبنان تاريخيا. بس الأطراف المحلية قدرة تأثر يعني اليوم وتضغط بهالاتجاه؟ طبعا إذا وجدت الأطراف المحلية تروح تقلة رفعي لنا الضغط، مش أم نقدر نقنع حزب الله بفك الارتباط مع ميشيل عون لنهرب من قصة رئاسة الجمهورية والذهاب إلى الحد الأقصى. بتلي أخده شو درس؟ وأكبر دليل وقت كانوا اللبنانيين أبي هولوا بالقرارات الجاية من السعودية، تبي كنت السعودية عم تقول إن الشعب اللبناني صديق وعزيز وحبيب وهو جزء من اتمامنا هو والكويت، لا كانوا هني أبي هولوا يهددون بقطع الأرزاق لكي يصبح الشعب اللبناني المتواجد في الخليج وبالتحديد بالمملكة العربية السعودية رهينة. كان مخبر من اللبنانيين بيعطيه براءة الدم، انت مع حزب الله لا مش مع حزب الله، انت مع ميشيل عون لا مش مع ميشيل عون. هلا الضغط المستمر هلا السعودي يعني كل يوم نسمع خبرية جديدة الخطة. ضمن الخطة كله هيدا يعني بطلب من الأطراف الداخلية، كله بطلب الأطراف الداخلية. إنني أحمل الأطراف الداخلية مباشرة مسؤولية طرد أي مواطن من المملكة العربية السعودية أو من الخليج. إن قطع الأرزاق لللبنانيين تتحمل مسؤولية هذه الأطراف الداخلية، ولا يوجد أي طرف آخر في المملكة حتى مسؤول عن هذا الأمر. المملكة ليست مستاءة من تصريحات الحزب يعني من هجومه على المملكة. طب مش عم تسمعيني شو أقول؟ ما قلت لك مستاءة وعندها استراتيجية. نعم، ولكن سواء كانت مستاءة أو مش مستاءة ما كانت رح تأخذ هالإجراءات يعني حتى الإجراءات لو استاءت. أقول لك فيما يتعلق بلبنان شيء، وفيما يتعلق بوضع المنطقة شيء آخر. وضع المنطقة بخضع لك إياه لتحليل متكامل من طقطق للسلام عليكم. بس ما كانت رح تحمل لبنان المسؤولية، لأنه هذا يعني موقف استراتيجي، هذا مش بس موقف تكتي بلعبة الكباش مع إيران، موقف يتأرهبت حزب الله على المستوى الإقليمي له بعد استراتيجي عنوانه إعادة إنتاج واقع لحلول سلمية في المنطقة تبدأ بالتطبيع. طيب. يا كاترين حبيبتي معلش يسمعونا وبكرة رح توصلونهم كلهم، تبدأ بالتطبيع وتنتهي بالسلام مع إسرائيل. عملوا السلام مع إسرائيل ما نجح التطبيع، هلأ إسرائيل الخطة بعد ما سمي ثورات عبلي التطبيع والذهاب إلى هلأ شو بدنا فيها. أقول لك بالشق المتعلق بلبنان إدارة تطوير الصراع مع لبنان، لأنه المملكة برأيي هذا رأيي ما إلى مصلحة أن تذهب إلى هذا البعد، لأنه إذا استعملت كل أسلحتها أصبح لشو المهادنة بلبنان، فلتذهب إلى المعركة الاستراتيجية الكبرى وقد تكون معرضة لإنهاء وجودها الاستراتيجي بلبنان. طيب شو أقول؟ إنهاء وجودها الاستراتيجي. المملكة تدرك وهم أذكياء، وأنا لا أقلل إطلاقاً مع احترامي لكل الناس من قدرهم في مجال التفكير الهدوء حماية مصالحها، وهون هيدي النقطة شغل لبناني عقل لبناني مبين مين ما بيتجاوب باللعبة بلعبة البينبون، لأنه بدها اثنين الرأسة التانجو. وقت بيطلع القرار مبين شو بيصير على الأرض مين بيتميز. هلأ أنت صدقتي انه هاي الشخصيات اللي بتتميز عن السعودية رجعة الى التميز مش بالاتفاق مع السعودية؟ شو بتحكي؟ كله لعبة مدروسة بحسب رأيك يعني من طقطق للسلام عليكم. نعم. يريدون ابتزاز هؤلاء اللبنانيين مش السعوديين، مش السعوديين، هؤلاء اللبنانيين ابتزاز الشعب اللبناني لا أكثر ولا أقل. نعم، خلينا نرجع للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، مسألة رئاسة الجمهورية. عم بتقول من حق النواب بيطلع التصريح من السعودية بقرار بيرد عليها ولا لبنان لا بحبسها وبزعل قال وأسف ونحن مستعدين نتحاور. شو ده؟ كيف بتصير؟ كيف هيدا بيقول؟ كيف هيدا بيقدر يرفض أولا؟ طيب رفض نتيجة التكتك طبعا، بده يحاور ليقبض تبن الموقف. هلأ إذا لقى الحوار مش ماشي والتمن ما بيحرز ارفعوا يا أخوان، طلعوا بالضغط،
بيطلعوا بالضغط تعالوا نتحاور تفاعل، معروف مين أبي يحكي، معروف مين أبي يتلقف، معروف مين أبي يسبسر، معروف مين أبي يسوق. كل هذه التمثيلية التي تستهدف في نهاية الأمر رزق اللبناني، كرامة اللبناني، عزة اللبناني، شرف اللبناني، حياة اللبناني، لكي يصبح مرتهن عند هذا المخبر أو ذاك. في عائلات عم بيتم طردها تباعا عند هذا المخبر أو ذاك، لهذا التنظيم أو ذاك، لهذه المخابرات أو تلك. نعم. طيب دكتور رئيس، حضرتك بررت غياب النواب عن جلسة انتخاب الرئيس. أنا مش أبرر، أنا أطالب بغيابهم وأتمسك بالغياب وأعتبر عدم الغياب هو تمسك بحالة تزوير الدستور وعدم حسن تطبيقه. ما هلأ إذا كان يعني سواء ربح العماد عون أو ربح سيمان فرنجي، لا ما هو ما عندنا مرشحين. لا لا لا، القصة مش قصة أسماء، ما فينا نتخطى الأشخاص. القصة مش قصة مرشحين أبدا. ما امبارح كان في الدكتور سمير جعجع، ما نفس الشيء. طيب بس ما هلأ صار الدكتور جعجع مرشح للعماد عون؟ فيش هلأ وقبل، في امبارح كان الدكتور سمير جعجع، والوظيفة السياسية التي كانت وتم التعاطي فيها مع الدكتور زعيم جعجع، وهو الزعيم الأساسي والزعيم المكون المسيحي في 14 أذار. نعم. نشئنا وأبينا. أنا بعرف نواب ما بيجيبوش 200 صوت بمناطقهم لولا القوات. إيه؟ كان أبي يتم التعاطي معه على أساس يا بطرك اسحب لنا عون ونسحب جعجع وبلد اثنين. وهذا النهج عندما فشل الأول وأحس الدكتور جعجع على هذا النهج في التعاطي معه، وكان واضح عبر إدارة الظهر في تأليف الحكومة وفي التفاوض مع ميشيل عون وبنهاية الأمر عبر ترشيح سليمان بيك فرنجية، كان واضح، عمل ردة الفعل المعروفة. إجا هلأ قصة سليمان بيك. قصة سليمان بيك أنا لا أنظر إلى بشخصه الكريم، كيف أنا أنظر إلى كمسار تصرف فئة تريد أن تسقط منطق الشراكة الوطنية، مش كشخص. شيل سليمان بايك، نقي أي إنسان آخر. نظرتي إلى المشكلة مش مشكلة مجيء سليمان بايك أو ميشيل عون، مجيء ذات الطاقة الذي باستطاعته أن يشكل شريك لكل الزعامات في الوطن من النهر الكبير الجنوبي للنقورة عبر شعبيته الممتدة على هو فقط العماد عون. هلأ مش قبل العماد عون. طيب بس بكرة بيجي سليمان بايك. دكتور الرئيس انه هيدا مجلس ممدد لإله مرتين. يعني اليوم هيدي قصة الأغلبية ما بقى هن مصدقينا، يعني عم بيقولوا انه أغلبية. على شو مستندة؟ منية انه العماد عون يمتلك هو كل هذه الأغلبية وهذه الأحقية بالتالي بأن يكون رئيسا للجمهورية. أول شيء مستندة على عدم دستورية التمديد، مستندة على إرادة شعبية. شرفوا عملوا انتخابات يا أختي، تعلق المزيري. هلأ ما فيش انتخابات بلدية رح تصير؟ ها كمان ألا عن تسألي السؤال؟ هيدا سؤال مطروح، بعرف مش قبلوني. نعم. بعرف أنه ألا عن أنت أيها المواطن أن تشكك بإمكانية، معناته أنت ما لك ثقة بسلطة، لا تريد أن تجري انتخابات، مع أنه بعتوا تعميم انه عملوا سوابق، يعني عملوا توافقات بالمناطق اوعى المعارك لحتى ما ننفضح، لما نعمل تناقضات بقواعدنا. في تعميم، في جاي تعميم يعني. طيب كنا عم نحكي عن الشعبيه والاغلبيه، ما هو كله مرتبط ببعضه معنا. هلا تعالوا لحتى نعمل انتخابات، شغله بسيطه، وقت يكون في تشكيك بالشعبيه عملوا انتخابات نيابيه. اللي بيقدر يعمل انتخابات بلديه اللي هي اشد واقسى، ما بيقدر يعمل انتخابات نيابيه. يعمل انتخابات نيابية. عم بصير بدنا قانون انتخاب على أساس أي قانون؟ القانون الحالي؟ يعملوا على أساس القانون الحالي هلأ 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 مع البلدية، مثل ما في صندوق بلدية حطوا صندوق نيابي. بتعرفي ليش ما بدون؟ ليه خايفين من هذا التحالف بين القوات والتيار؟ طبعا شو رح يكون محدلة سياسية؟ لأنه بدها تعيد النظر بموازين القوى. ما بدون دور مسيحي في الشراكة الوطنية. باختصار اتهمه مباشرة، وإن المسيحيين إذا ما أدركوا الحقيقة من البطرك وبنزول بيكونوا بيرتكبوا أكبر جريمة في تاريخهم في حياتهم ووجودهم بهالبلد، بأكبر جريمة. أي رئيس الجمهورية؟ إنه أنا بطالب برئيس الجمهورية لأنه ماروني، وكل الطوائف المسيحية الباقي الأرثوذكسي والكاثوليكي والسرياني والأقليات والأرمن، إنه منضل سرقينهم ومستبيحينهم ومستولدين نوابهم لأنهم عاملين وحدة الوطن عبر انتشارهم على كل البقاع اللبنانية. دا
ضعوا حد لهالمسألة بلا كذبونا فيها على البيوت. طيب إلى متى سنستمر بدون رئيس للجمهورية؟ يعني يقال أنه حزب الله بحسب خصومه هو من يعطل هذه الانتخابات لأنه ينتظر التطورات الإقليمية التي يشعر أنها لصالحه. أنا مواطن مسيحي لبناني عربي على رؤوس الأشياد أقول لك أنا أطالب بالامتناع. حزب الله ورائي بهالقصة مش قدامي. وقت طلبت بالامتناع أول ما كانش حزب الله مطالب بعد. أي حزب الله؟ هذه إرادة لبنانية صرفة من أكثرية لبنانية تريد حقها في النظام السياسي اللبناني. أسقطوا الجمهورية الأولى ليك أسقطوا الجمهورية الأولى ما ظل قوة في العالم إلا ما استدعوها بالدم والدمو والدموع. صح؟ حدا كمان بيقدر يقول لا؟ نحن سنسقطها بالممانعة والمقاومة. نحن سنرفض التعاون مع هذه الدولة وسنسقط هذه الدولة المعتدية، هذه الدويلات، هذا الكارتل من الدويلات المذهبية اللي عم تعتدي، سنسقطها بالممانعة والمقاومة. من نحن يعني؟ من؟ وبإمكان اليوم طرف وحيد أن يقوم بهذه الورشة اللي عم تحكي عنها دكتور الرئيس؟ كيف طرف وحيد؟ مين معكم اليوم بهالورشة؟ يمكن جهات واسدة. مثل مين؟ بكرة بتشوفوا مثل مين؟ طب بعدك هلا أنت سميتي كل الوقت حزب الله، ما سميتي قوة ميشيل عون اللي ثبت امبارح بأكبر مظاهرة صاحب بيسعه الشهداء وبيسعه بعبده أنه هو بيمثل المسيحيين عبر القول بظل وضع أنك مش عم تعملي انتخابات نيابية، مش عم تسميه لاي. ليش بدك تشتتر؟ لا سمينا هون بإطار من هو متهم بأنه يعطل الانتخابات. شو كلمة متهم؟ وقف سماحة السيد، مش هيك سمينا حزب الله؟ وقف سماحة السيد وقال لك بخطابه علنا وعلى رؤوس الأشهاد أنا مرشح ميشيل عون وأنا بدي امتنع عن الحضور وأتحمل مسؤولية هذا الشيء. ما كان من عماد عون قبله قايل هالكلام. ليش اتهم هذا لم يتهم هيك؟ لأنه لقلك لا، لأنه بدهم يركزوا الضغط على حزب الله، لأنه هدفهم يفصلوا بين حزب الله والعماد عون لتحقيق الاختراع بالاتيان برئيس لا يملك طاقة ميشيل عون بتحقيق الشراكة. إيه بس شو النتيجة هون اللي بدنا نوصل نتيجة ما رح توصل هذا الكباش يعني. أنا شخصيا بقول وبعدين يعني هذا السؤال وبعدين إلى أين؟ بعدين ما سيعود الحق إلى أصحابه. كيف؟ ما بدنا خطة. سيعود الحق إلى أصحابه وما النصر إلا صبر ساعة. بس يا دولة الرئيس يعني حتى قانون الانتخاب يلي حضرتك يعني عم تحكي عنه ويلي هو الذي يعيد الحقوق اللي عم تطالب فيه ما مشي. وأكدي عندك ما مشي وأفريقا أساسيين ما مشي فيه. سيكون هناك قانون انتخاب جديد نيابي في لبنان. متى؟ بأقرب وقت ممكن. أيدي عندك. هذه القوى هي لا تستطيع أن تستمر. وإلا شو مبرر هالصيغة كلها؟ هالصيغة لشو؟ عم يشتغل القوات والتيار برأيك على هاي النقطة هلأ على قانون انتخابات جديد؟ أنا ما بعرف عم يشتغل القوات والتيار ولا إلي علاقة بشو بيحكوا طيب. بعضهم القوات والتيار ولا أعرف شيء على الإطلاق. هذا كلام أبنظر فيه قبل ما الطيار يأخذ هذه المواقف وقبل ما القوات تأخذ. نعم اسمح لي توقف مع فاصل إعلان أخير دولة رئيس من تابع من بعده ابقوا معنا. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي دولة الرئيس إيدي الفرزلي، ولكن قبل ما أتابع معك دولة الرئيس بدي اسمح لي أنتقل عبر اتصال من وزارة الدفاع مباشرة مع زميلة نانسي السبع حيث يلتقي الرئيس سعد الحريري قائد الجيش العماد جان قهوجي في هذه الأثناء. نانسي هل من معطيات حول هذا اللقاء؟ نعم كاترين، يعني تقريبا منذ عند الساعة 11:30 وصل الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة سعد الحريري إلى هنا إلى وزارة الدفاع حيث يلتقي قائد الجيش العماد جان قهوجي بحضور أيضا أو كان في استقباله مع العماد جان قهوجي اللواء محمد خير. ومن المفترض أن يتطرق اللقاء بداية على إلى الوضع الأمني على الحدود اللبنانية الشمالية تحديدا والبقاعية. أيضا سيكون هنالك يعني توقف عند آخر المعطيات بشأن توقف الهبة 3 مليارات دولار من قبل المملكة العربية السعودية أو عبر المملكة العربية السعودية المقدمة من فرنسا، وأيضا هبة 1 مليار دولار أو ما تبقى منها
مليار دولار السعودية. سوف يتوقف الجانبان عند هذا الموضوع بطبيعة الحال إضافة إلى الوضع الأمني كما ذكرت، وأيضا يعني تشير بعض المعلومات الأوساط لأنه قد يتم التطرق إلى موضوع أزمة النفايات وما توصلت إليه تلك الوزراء الأخيرة بمعارفة بخطة حل أو وضع حل لأزمة النفايات، وذلك كون أن إقامة مصامر أو فض مصامر في عدد من المناطق سوف يتم بمواكبة أمنية بحسب ما تحدثت المعلومات، وقد يكون هنالك ربما تنسيق في هذا الإطار بين الأجهزة الإيرانية لا سيما الجيش اللبناني بهذا الشأن. إذن هذه هي أبرز المواضيع التي من الممكن أن يبحثها كل من القائد الجيش الأمازون قهوجي والرئيس سعد الحريري على أن يكون هنالك تصريح بعد انتهاء هذا اللقاء. سنوفيكم بكل تفاصيله. نعم، شكرا لك نانسي، كنت معنا مباشرة من وزارة الدفاع. أعود إليك دولة الرئيس إليل فرزلي، وبختام هذه الحلقة لابد من التوقف عند التطورات الإقليمية التي يرى كثيرون في لبنان أنه كل هذا الكلام عن أي إصلاح داخلي، عن أي انتخابات حتى رئاسية أو حتى عن قانون انتخابات جديد، هو كلام لن يؤدي إلى أي مكان في انتظار نتائج هذه الورشة الإقليمية الحاصلة، تحديدا الورشة السورية. واليوم نعرف أنه مفاوضات جنيف عم ترجع تستأنف، وفي لقاءات وفي جدول أعمال للتسوية في سوريا وللحل السياسي. هل ستوصل إلى أي مكان، وهل يمكن فصل لبنان عن هذه الورشة؟ خليني سجل مأخذ مش عليك على الكلام، السؤال بالشق الأول أنه كل هالألام كلام ما رح يودي لنتيجة. أنا مسيء بإني من الناس اللي تابعوا بدقة من الخمسينات والستينات، من الستينات بالتحديد، كنت تلميذ بالجامعة الأمريكية، تطور الواقع الكردي بالعراق وتطور الواقع الشيعي بالعراق وتطور المعارضة السنية بالعراق، وكنت تابع كلامهم وسهراتهم بالدولجيفيتا، بالدبلومات، عند نصر، بالترول، عند فيصل، وبعلاقات عائلية على مستويات عليا ومتوسطة ومثقفين ونخ، كان يجوا يحكوا حكي وقتها، كان بس تحكي مع الأقران بالطموحات تبعهم ويحكوا بهالقضايا. هاي كانت مش حلم، ضرب من الخيال يعني، ضرب من الخيال، بس كنا نعرف انه في علاقات إسرائيل إلى دور كذا إلى آخره، كنا بالتحليل تبعنا وبالمعلومات واضح. حتى في أحد قرايبي راح عمل مقابلة مع المصطفى الملا البرزاني بالموضوع، بس ولا مرة سمعتن أبي يقولوا إنه الحكي بالموضوع من المحال إذا ما زبطت وسقط النظام الدكتاتوري الأول اللي كان قبل والحالي، ما بحياتن قالوها. هذا كلام أنت مش منك كلام بسمعه، هو بمعنى يعني ربط هيدا الوضع اللبناني بالوضع، فليربط أنا مع الربط، وفي ربط صحيح، بس مش بمنطق قهر الطموحات وبمنطق تخييب الأمال وبمنطق الإحباط، إحداث الإحباط. لا أيها اللبنانيون، أنتم واصلون حتما، أم قل لهم للبنانيين يعرفوا هندي واصلين بقوة الإرادة الذاتية وبقوة التطورات الإقليمية، ولا بحكي لك عنها، وضحت الصورة؟ هذا الربط هيك هيك بنا. يعني هون شايف عم تحكي عن قوة التطورات الإقليمية طبعا. شايف إنه هي لمصلحة النقاط اللي عم تحكي عنها؟ طبعا، قصة سوريا والعراق حبيبتي، نشيل قصة هاي مفاوضات مستورة حطيها عجني، قصة المعركة الأم في سوريا والعراق كساحة ضد الإرهاب انتهت ماشي. وشفت اليوم الاقتراح الروسي مع الأمريكان اللي بلشوا يخرجوه، انه نحن بنعمل تضمر ومنساعدكم على قصة الرق، وشايفك بلش الفرار من مواقع متعددة في العراق وانتهت هاي الساحة، سيوضع لها حد كساحة كانت بالمخطط نقطة جذب لجلب كل الإرهاب العالمي لخلق حالي له تحديده بالجغرافيا لحتى يقمعوه، لأنه ابتدأ تأسيس ملاعب أخرى لهالحالة اللي هي شمال إفريقيا والخليج. وضحت الصورة؟ أنا استنظرت بالإعلام مثلا
بلبنان يخضع نقاش خطاب أوباما الأخير باستراتيجيا اللي هو خطاب الاستابليشمنت. هذا مش خطاب شخصي حب أوباما يطلع يحكيه كأنه شي نايب من نوابنا أو شي رئيس بلدية أو مختار مثلنا. عرفتي كيف أب يحكي بلبنان؟ رئيس المؤسسة بأمريكا حكي كلام. وين المناقش اللي صارت له بالإعلام؟ وين؟ لا، لأنه نعرف الواقع بلبنان شو، نعرف شو الخلفيات وراء التعمية على مثل هكذا أمور. الساحة السورية والساحة العراقية كمنبر للاقتتال انتهت. القصة بدها وقت لحتى تنتهي، أشهر، سنة، سنة ونص. شايف يعني التسوية ماشية؟ طبعا هي طبعا التسوية مش شفتيهم كيف أبي هروا وقعد ورطينه بتركيا، هرت الدنيا، هرت شو مين بدي وقع بدوج التسوية؟ تحتاج إلى وقت، مسألة طبعا وقت، مسألة بس وقت. وبالتالي هذا الموضوع حتما سينعكس على لبنان. وانت شوف النقاش الدولي تبع الدول الكبرى اللي أب يحكي وبيتعاطى بمسألة النظام، الدستور، العلمني، الخصوصيات، احترامه، الأتنيات، القومية، يعني النقاش الأبي هلأ شو طفى هذا ليش النظام بالعراق شو؟ هو نظام فيدرالي بامتياز. هذا لا يعني أنه لازم يكون في فيدرالية بأماكن أخرى، ولكن بقصده أنه النقاش ذهب عميقا، والذي يدور خلف الحجب، خلف الستار، هو أكثر بكثير مما هو معروف للناس. لذلك هذا سينعكس على لبنان حتما، وهيدي معركة انتصرت قضية الأمر الذي فيه تستفتيان. وبالتالي أنت ستحصدين في لبنان في لحظة قريبة وقريبة جدا. وما التصعيد الذي تشكل لمصلحة فريق على فريق آخر هذا الحصاد؟ كلمة فريق شو المقصود فيها؟ لمصلحة الشعب اللبناني برمته، لمصلحة الشعب اللبناني، لإسقاط منطق السيطرة على النظام، لإسقاط منطقة استباحة النظام من طائفة قائدة أو شخص قائد أو حزب قائد، لمصلحة الدستور ومنطق الدستور. هذا أمر أستطيع أن أؤكده وأنا مسؤول عن الكلام. ولم أعتلي منبر إعلامي منذ عام 2005 حتى اليوم إلا وأخبرت اللبنانيين بأمر وصار ولو بعد حين. وهلأ أقول لهم أنه هذا الأمر أمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أنتم سائرون على طريق استعادة بلدكم والانتصار الحقوق الدستورية المسلوبة وعودتها، وإنكم منتصرون لشك. وكل هالضغط اللي بتلاقوه ورفع حجم الضغوط لأنهم بدهم يحاولوا بهالفترة هاي يضلوا كسبينا قبل انتخاب رئيس أمريكي، لأنه إسرائيل واعدة أنه بس ننتخب رئيس أمريكي جديد نرجع نقلب المعطيات. أنا أؤكد لكم أن الحسم سيتم قبل الانتخابات، قبل الانتخابات الأمريكية، قبل تشرين، وأن الأمور ستوضع يعني على السكة. نحن على مسافة أشهر نعم من التسوية اللي عم تحكي وحتى عنها، من انتخاب وحتى من انتخاب رئيس. نعم، والرئيس الذي يجب أن يكون لمصلحة لبنان كائنا من كان، ولكن أعتقد سيكون الذي يمثل المكون انعكاسا يعني تثبيتا. أسماء ما بتدخل طيب تثبيتا ليش بدك تدخليني إلي بس؟ لا ما من دون معروف أنه شيء مدور لونه أخضر جواته أحمر في بزر بيستعملوا كذا كذا وبيبلش بحرف البي بيطلع بيروت. ما بدي لبس كلامي لبوس شخصي. نعم. يعني شايف انتخابات رئاسية لبنانية دولة الرئيس حتى نرجع هيك نعمل خلاصة بآخر الحلقة، بحسب تحليلك ونظرا للتطورات الإقليمية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن جلسة 23 كتكون سابقاتها والجلسة اللي بعدها ستكون كسابقاتها دولة الرئيس سعد الحريري. نعم. الذي نحترم ونحب ونتمنى له الخير والتوفيق في كل ما يقوم فيه، حكي عن هذا المسار لهي الجلسة أو البعده. أنا بقول له هاي الجلسة أو البعده ما في شيء. نعم، بس هون بس بدي أسألك سؤال بآخر الحلقة، يعني هون تعول أنه هالتطورات الإقليمية ستغير من موقف السعودية وبالتالي من موقف تيار المستقبل في الداخل؟ الأمور بنتائجها اللي بده يغير طبعا كله بيغير. لا يعني اليوم الأزمة هي لأنه في مكون سني أساسي ما بده العماد عون، يعني هذا اليوم الأزمة. أولا مش ما بده العماد عون المكون، أنا ليك الشعب السني، أنا مؤمن
أنه الشعب السني بده الشراكة الوطنية. أنا مؤمن أنه الشعب السني بده صناعة وحدة البلد. أنا مؤمن أنه الشعب السني يقف إلى جانب الحق، لا تلبس الحق لباس. آية كريمة على الأقل، أم نحكي بالإسلام وبالإيمان، أقله آية كريمة. وبالتالي نحن، أنا مؤمن. هلأ السياسيين شو بدهن؟ طب من بارح كان عم يتفاوضوا وياهن، من بارح كان في تفاوض. طيب بس طيب، ما ودى لمحل طيب التفاوض. طيب يعني، طيب ليكي، ما ودى لمحل مع حزب الله، ليش بعدهن عم يتفاوضوا؟ نشعر بالخوف والهيبة والرهبة مع حزب الله ومع الممثل الحقيقي للمكون المسيحي، لأنه في الأمن، نذهب باتجاه قمعه في الأمن والفتنة بالدأ مع حزب الله. وهلأ شو، وأنا أقول لك، هلأ بحط لي، لم تستقر الأوضاع، في عدم الصيغة، في عدم التوازن بصياغة البلد. شو في الأمن؟ تخترعي لي قصة الأمن، قال له ليتك لم تزني ولم تتصدق، تخترعي قصة الأمن تجي بتفوضيها فيه علي، مثل هلأ هدا قصة الزبالة وقصة النفايات. كيف هالقصة؟ هذا وطن، هذا بلد، هذا شعب، هاي مكونات إلى حقوقها، إلى دستورها، أنت بك تجي تسرقيهم سرقة؟ ردوا الأمانات إلى أصحابها، وإلا بتكوني بعصر الروايبضة. سئل الرسول الأكرم، وما هي الروايبضة يا رسول الله؟ قال عندما يتحكم أتفه الناس في شؤون الناس. أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم دكتور الرئيس إيدي الفرزلي، نائب رئيس مجلس النواب سابقا، أهلا وسهلا فيك من جديد. أيضا بشكركم مشاهدينا على متابعتكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء.